الأحقار للرحلات، وكانت أصفار مختصة في الحق. أحرق فاشت السنة، أحرق راي خلط، خلط برك، خلط وجلت، لا خالية من روسهم. وين؟ أوكي. أوه، وين؟ أوكي. هاي. ثم. أي ثم رحلة على شقف لحبيب. سلام. حكيت نصف الليل. هاي. كيفاش؟ لا اسمع، ثم على شقف تيتانيك بعد كل ساعتين، رانا منظمين احنا. هاي منظمين، ثم تجي البيرو غاديك وتشوفوا عندنا الرحلات وقت الشب. هاي كيفاش؟ سلام. مياه؟ لا عاد مياه كيفاش مياه؟ ماش فهميت، وانا فهمين على 50، علاش مياه؟ نعرف. اوه مشكلة، مياه الراس هكا تو، والله وقت حساس تو. اسمعني. باهي اسمعني، ابعثهم يا الراس، ابعثهم تو نشوف كيفاش نحشيهم ولا نزرفهم ولا نرفسهم. يوصلوا كل مهند نحب حبه على شيكات ولا ويلة. اي قاعد كلمه مليئه قماش نلعب عندنا سمعتنا وعندنا خدمتنا وعندنا كذا. باهي هاي. اوكي خويا، اوكي. سلام. شنو شديت لي بالسلام السلام السلام؟ يلبس كمامتك. سامحني ما جبتش كمامه. تاذي خد طلع، شنو كيفاش جبت؟ كيفاش دخلوه هذا ما جبتش كمامتك؟ شبيت خويا سمعت الشركه راهي. والله غالي. طيب يعني يضحكوا علينا ما يقبلوكش غادي، علاش هكا تعملوا خويا تخلوني في احراج؟ مو عمل كمامه انت. والله غالب ولا شيء غريب تو. تو كي نجي نحرق تو نجيب كمامه. جيب كمامه برا، قص غادي برا، قص في البيرو. شو قص؟ يا اخي مش حارق انت؟ هاي برا قص في البيرو. ما مزدت باش نسال الساعة سنقار، سامحني انا راني سالت عليه، قالوا لي معناتها الوكاله نتاعك هي الاولى في الحرق. يا ودي نلعبوا تو هنا، هذا حديد. اما حبيت نسال تو اقرب حرقه وقتاش؟ احنا يا سيد باش نكون واضحين، يا اخي فهمني يا اخي، انت جاي كاكد يدخل السيت نتاعنا عند وزاره النقل. صار عندكم سيت؟ ايه عندنا غاديك واحد، ودخلت شفت البرنامج. ما شفت الرحلات؟ ما شفتهاش. المواطن والله العظيم المواطن تعب الاداره التونسيه. شيخ ايش بكم هكا؟ سامحني انا باش نكون واضحه معاك، راي كل ساعه عندنا رحله، كل ساعه عندنا حرق، احنا ما نحبسوش نخدموا على طول. ايه كل ساعه ثم كل ساعه كل ساعه ثم رحله ثم حرق. باهي خبير.